وأحداث وقائع هذا الشهر. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام انطلاقة شوط الختام وهو شوط الثاني عشر ضمن انطلاقات هذا المساء. الشوط الثاني عشر مخصص للحيل ضمن هذه الأشواط المفتوحة. أشواطنا استمتعنا وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الأشواط المسائية، وهذا بإذن الله تعالى هو شوط الختام. سنستمتع وإياكم بإذن الله مع ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة. نتعرف على المركز الأول في هذا الشوط، ومن تحتل المركز الأول الوجبة تعود ملكيتها لهجن الشحانية. تضمير الوجبة مع سالم بن جابر بن فاران المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني ومن تتواجد على ثاني المراكز. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا شعار هجن الشحانية وبرفقة المشاق بن محمد بن خالد العطية. الوضيحية من تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية، تضميرها مع محمد بن خالد العطية. ومن يتواجد مع الوضيحية على المركز الثاني، نتابع وإياكم المركز الثالث ومن تحتل المركز الثالث. التواجد هنا من الشاهينية لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري من يتابعها في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع، التواجد هنا من حورانة. حورانة من تحتل المركز الرابع لهجن الشحانية وتضمير حورانة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى حضور على المركز الخامس، من حضرت واحتلت المركز الخامس لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نذكر بالأشواط الرئيسية، ومن انتزعت الشوط الأول للحيل في هذا المساء وفي أشواطنا المفتوحة هي قند المملوكة لهجن الشحانية كما تتابعونها عبر هذا الإخراج وعبر هذا النقل الحي والمباشر. 12 دقيقة 34 ثانية 97 جزءا من الثانية هو توقيتها الزمني، وهو أفضل توقيتا حتى هذه اللحظات. إذن تذكيرنا بالشوط الأول الرئيسي للزمول، وكان مع لفان الميدان الذي احتل المركز الأول بكل جدارة وبكل استحقاق وبفارق كبير كما شاهدناه بأعيننا جميعا، انفراد كبير للقاية عن بقية المراكز. واحتل هذا المركز الأول في الشوط الأول، ودون هذا الشوط باسم لفاني لهجن الشحانية وبقيادة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب. إذا نتابع معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذه الانطلاقة، وخمسة كيلومترات يتبقى لنا على خط النهاية كما تشاهدون. لفان قبل لحظات وعبر هذا العرض الحي والمباشر وهذا النقل، مع مخرج هذا النقل أحمد السادة مشكورا على هذا النقل وعلى هذا التواصل معنا صوتا وصورة بالتعليق وبصورة لكل المشاهد وكل المستمع. نعود وإياكم مع الخمسة كيلومترات المتبقية من هذا الشوط. الصدارة والمقدمة مع الوجبة. الوجبة من تحتل المركز الأول، الوجبة من تنتقل بدورها وتنتزع المركز الأول بكل جدارة لهجن الشحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. وعلى المركز الثاني، المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني، الوضيحية من تحتل المركز الثاني وتتواجد على ثاني المراكز،
لهجن الشحنية، توجيهات الوضيحية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. أما المركز الثالث فالقدوم والوصول من حورانة. حورانة اسم جميل واسم قاوي للقاية. نعم هذه حورانة، حورانة أسماء مميزة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مع الشعار الأدعم ما شاء الله تبارك الله، مثل حورانة ومثل قند ومثل كذلك الأسماء القوية ومثل خود ومثل العيدهية ومثل الأسماء الكبيرة. وأيضا نتابع وإياكم، نتابع وإياكم هنا حورانة على المركز الثالث. من تتواجد على المركز الثالث وأربعة كيلومترات تنتصف مسافتنا في هذه اللحظات، وحورانة تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية. تضمير حورانة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يم المركز الرابع. فهنا الشاهينية على المركز الرابع لهجن الشحانية، وسالم بن جابر بن فاران المري هو من يقود الشاهينية في التضمير. والمركز الخامس من الجانب الأيمن، من تدخلت وقيرت في هذه اللحظات، هنا تقيير ودخول هنا من قبل حضور، حضور حضرت في هذه اللحظات، حضور حضور حضور. يا سلام يا سلامي على حضور وعلى انطلاقاتها. حضور لهجن الشحانية وتضمير حضور مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود بعد ما تعرفنا وإياكم على المراكز الخمسة الأولى، نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على شوط الختام، شوط الختام لمن سيكون ولمن سيسجل باسمه. يا سلام، هل سيكون باسم الوجبة من تحتل المركز الأول، أو سيكون باسم الوضيحية من تحتل المركز الثاني، أو سيكون باسم حورانة من تحتل المركز الثالث، أو سيكون كذلك باسم حضور من تحتل المركز الرابع، أو يكون كذلك مع إسباير أو أسياد. أسياد نعم، من وصلت واحتلت المركز الخامس لهجن الشحانية، وتضمير أسياد مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الوجبة الوجبة الوجبة، ما طاعت ما طاعت تسلم، تقول تقول بلسانها وبمشاعرها يجب علي أن أكون عند هذا الاسم وعند هذا المسمى. نعم إنها الوجبة، الوجبة تحمل اسم كبير واسم قوي للقاية، يحمل على سبك دائما وأبدا، ولكن هذه الوجبة تؤدي العرض وتؤدي كذلك ما لديها الوجبة لهجن الشحانية، تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن حورانة، حورانة لها كلام آخر، حورانة موجودة وحاضرة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه حورانة تتقدم مشاهدينا الكرام، تتقدم وتقترب لحظة بلحظة من الوجبة. هذه حورانة، الله، أقلعت حورانة، أقلعت حورانة لهجن الشحانية. وسلطان بن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعها في التضمير. يا سلام، الذهبي والعملاق، الذهبي والعملاق هنا يتنافسون على شوط الختام واثنين كيلو متر. وعلى المركز الثالث تتواجد حضور لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الهويبي من يتابع حضور في التضمير. وعلى المركز الرابع الوضيحية لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الخامس وصلت 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 هنا، يا سلام، الله، من تصلنا في هذه اللحظات، وصلت هنا على المركز الخامس هنا أسياد، أسياد لهجن الشحانية، تضميرها وتوجيهاتها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، نعود وإياكم، نعود وإياكم ونختم ندائنا ونعود مع المراكز الأولى فقط مع
المركزين الأول والثاني. 1500 متر على خط النهاية. هنا الوجبة، الوجبة مع المركز الأول. يجب علينا أن نكون مع الوجبة ومع تحركاتها ومع انطلاقاتها، لأنها تحتل المركز الأول، لأنها تستهدف وكذلك أيضا تكون في الموقع المستهدف دائما. يا سلام على الوجبة، الوجبة الوجبة لهجن الشحانية، الوجبة لهجن الشحانية هنا مع المركز الأول وبقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري. هل سيكون ختام همس مع أبو جابر مع الذهبي أو سيكون مع حورانة؟ حورانة على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق العملاق. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا سلام. نقترب 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 ونفتتح الكيلو الأخير، نفتتح الكيلو متر الأخير. الوجبة 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 مع المركز الأول. الوجبة هي الوجبة، الوجبة مع الصدارة بدون أي تعليمات. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يختم ويستل هذا الستار ويختم هذا المحلي السابع أيها الإخوة الأفاضل بختام هذه الأمسية الجميلة وبختام هذه الانطلاقة المميزة لختام أشواطنا في هذا المساء ومع الوجبة بدون أي تعليمات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. 400 متر أخيرة وسلام يا الوجبة سلام. تحياتنا للوجبة وتحياتنا للشعار العنابي وللأدعم ولك يا أبو جابر، لك يا بن فران تحياتنا وتقديرنا. إذن سلام سلام للوجبة سلام، وسلام للشحانية، وسلام كذلك يا أبو جابر سلام. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذه الوجبة تصل بأمان وسلام بكل أريحية تامة. تصل أيها الإخوة إلى 100 متر الأخيرة. تهانينا والناموس من أعماقنا إلى هجن الشحانية. التهنية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري على فوز الوجبة وتحقيقها بالمركز الأول بكل ثقة وبدون أي تعليمات. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني حضور هجن الشحانية. المركز الثالث حورانة لهجن الشحانية. المركز الرابع أسياد لهجن الشحانية. والمركز الخامس وصلت فلوجة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوزها بالخمسة المراكز الأولى المتقدمة. أيها الإخوة الأفاضل، نتابع وإياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول الوجبة عندما انتزعت هذا الناموس وقطعت المسافة في زمن وقدرة. تابعوا إياكم مخرج هذا النقل الحي والمباشر أحمد السادة مشكورا، كذلك عماد الجرجاوي وزملائنا المتواجدين دائما وأبدا. أشرف اليافعي مشكورا حقيقة على هذا التواصل المستمر. تابعوا إياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول الوجبة إلى خط النهاية. 12 دقيقة 43 ثانية 41 جزء من الثانية، هذا هو توقيت الوجبة. تهانينا لهجن الشحانية، تهانية موصولة لمضمر الوجبة سالم بن جابر بن فاران المري. أما المركز الثاني فوصلت فيه حضور قطعت المسافة في 12 دقيقة 50 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فوصلت فيه حورانة قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 ثانية 40 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنية موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نستعرض على حضرات